تصير بقول لك اطلع من المخيم اسكني بمكان ثاني بتروحي؟ لا طبعا. لو شو ما ينطوني ان شاء الله ينطوني مليون، ان شاء الله ينطوني 2000 مليونين، مش طالع. ولو الجيش بلش يقصف؟ يقصف يعني تخاف منها؟ مهم كلاب اصلا، لو يفلتوا الطيارات والسلاح بيصيروا ببوسوا اجرنا، دي يطلعونا من ارضنا مش رح نطلع. شو ما يصير يصير، مش رح نطلع، هاي ارضنا وارض جدودنا، مش رح نطلع مش رح نطلع. صامدين صامدين صامدين. انت خافيت من اي صوت رصاص وقصف او انفجار؟ ولا رصاص ولا قصف ولا انفجار عاد. هو انا بخاف شوي بس ما بخافش من الجيش ولا بخاف ولا من حدا غير الله. الله حامينا. ده استشهد، ده استشهد على ارضي، ده موت، ده موت على ارضي. بروح هناك، بروح هناك، يعني بموت هناك. يعني اذا هربت من ارضي بديش اموت هناك؟ لا عادي بموت هنا اريح. شهداء عند رب العالمين.